ولسه مكملة معانا القمر والنجمة مي عز الدين، وطبعا كلنا عندها على انستجرام بتاكلي ايه يا مي؟ جبنة رومي بالقشطة. عاملة ايه يا مي؟ جبنة رومي بالقشطة. ايه الصور دي يا مي؟ دي صورة الجبنة رومي بالقشطة. فأنا عايزة أفهم بقى الموضوع. تعالي بس دوقي. طب بعدك اقسم بالله يا شيماء لو كلمتيني في التليفون تقولي لي يا مي انا بقيت باكله على طول. طب ده حلو يعني؟ يا نهار اسود. حلو ولا حادق؟ دوقي بس دوقي. حلو هو ولا حادق؟ طيب يعني والله يا جماعه مفهوم. كان نفسي اقول اتفضلوا معانا بس يعني هما اتنين فانا هضربهم. اوف ما تهزريش. هو انا مش فاهمه بس حاسه. حسي. طب بما انك ماشيه بالاحساس فكله مضي عينك وحسي. طب بزمتك طعمه حلو ولا وحش؟ حلو حلو والنبي بجد. عملت بيه مديتيشن. ايوه والله عجبني قوي. نخش في الموضوع بقى وبطل حش شويه. ماشي ماشي. دلوقتي هنلعب لعبه كلمه ونص. هسالك اسئله وتردي عليا بكلمه ونص على طول كده. ماشي كده على طول كده. حاضر. صحي معايا اللون. ماشي بس. طب سيبي بقى السندوتش. طب وبعدين؟ طب انا معاكي معاك. طب يلا قولي لي دلوقتي لما انتي بتبصي في المرايه ايه اول حاجه بتقوليها لنفسك؟ عايز اعمل مناخير. انتي لسه موضوع مناخيرك ده مقرقك. مش هسيبه. طب وانا اعمل ايه في مناخيري لما انت عايزه تعملي مناخيري؟ كل واحد حر. لا سؤال بجد يعني لما انت تعملي مناخيرك انا اعمل فيها ايه؟ مش اعمل لها اباده، ازاله، تجريف. ردي عليا. لا ردي عليا كده بالعقل والمنطق يا ستي. انت مش متضايقه؟ انا متضايقه. وايه اللي مضايقك؟ متضايقه مضايقاني يعني انا. ليه دي قد كده؟ لا ايه ده؟ مين اللي قد كده؟ والله العظيم دي قد كده صغننه خالص. لا 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 لا. طيب انت حره بقى. قولي بس مني بس اما اشوف هوصل ليه مع الست اللي في البيت دي وبعدين نشوف. لا والله يا طنط اوعي توافقيها. يا طنط يا شيخ اوعي توافقيها علشان مناخيرها حلوه. وانا كل وعلى فكره في واحده صاحبتنا راحت عملت مناخيرها وجات لها عقده في دماغها بقت موسوسه. بس تقعد تبص للمرايه تقول لا مناخيري وحشه مناخيري حلوه وجات لها فوبيا. فالحقي بنتي ما شاء الله وراحت هتروح منك مش هترجع تاني. اسمعي مني بس. طيب بعيدا عن مناخيرك الحلوه المنمنمه دي اللي انت في هوس مع نفسك لما بتشوفي تاني نفسك في المرايه وبتقولي لنفسك حاجه حلوه بتقولي ايه؟ ولا حاجه. ليه؟ حاجه واحده حلوه. لا بس بقول الحمد لله على انه الواحد عارف يعني يقدر ربنا مديله وش ينفع الناس تبقى متقبلاه وهو من غير مكياج. طب قولي لي ايه اكتر بقى حاجه ما بتحبهاش في شغلانتنا؟ حاجات كتير. يعني البريك. انا الحاجه الوحيده اللي بحبها في شغلانتنا التمثيل. بس بس. طب والبريك؟ لا البريك مشاتلك انت يعني ما البريك ده بيضايق يعني. انا بيبقى نفسي اخد بريكين عشاني وعشان الواد اللي انا مبهدلاه بالمكياج برضه ما بيرضوش. يعني هي حلقه وصل كلها دايره في بعضها ومش عارفه اعمل فيها ايه. بص يا شيماء بص يا شيماء انا البريك اخر همي عشان انا اصلا ما بعرفش اكل. انا بقول لك مجنونه في التصوير يعني انا ما بعرفش اكل وانا بصور. ليه بقى؟ عندي حاله نفسيه كده ان انا لو كلت هتقل. يا سلام. طب ما لهضتي السندوتشات اهو انت. لا انا بصور شخصيه مش وانا قاعده بتكلم. لا بس برضك يعني انت مش مقدره التصوير بتاع برنامجي. حياه امي هتقول يعني ما حسساه كده ان هو حاجه. والله العظيم ما هطولي. لا خلاص والله ما هسيبه. طب نص بس. لا طيب خلاص ماشي خلاص خلاص. فمش البريك. لا انا الحاجات اللي بتضايقني في شغلانتنا كل حاجه تانية. يعني انا ما بحبش اتصور كتير. وده سبب ان انا ماليش صور كتير. سيشنز تصوير كتير على الانترنت هتلاقي كل يعني سيشناتي قديمه قوي. عشان انا بالضربه اما بنزل اصور سيشن فوتوغرافي ما بحبش احضر حاجات. بحب قعده البيت. يعني شخصيتي عكس ما المفروض تبقى الفنانه. ما هو انت فعلا كل اللي قلتيه يعني كل المشاكل اللي عندك ما تركبش على ممثله. لا مش ما تركبش على ممثله. هي بتودينا لحته ان انت بتحبي البيت قوي. فعشان كده مش عايزه تعملي اي حاجه ثانيه. فايه السبب؟ ايه السر بقى في البيت؟ لا مش فكره بروتا يعني عادي بس ده يعني البيت حلو قوي كده في تلفزيونات كتير. الثلاجه حلوه. مليانه. احنا هنتكلم بقى. طب ايه احكي لنا. لا بس طب نيجي معاكي. لا بس يعني يروح. مش كله يعني. تعالي انتي. لا الليله مش في البيت. الليله في ان انا ما بحبش الحاجه اللي فيها
يعني بحب اعيش حياه طبيعيه. ما بحبش يعني ما انا السيشن يعني مثلا سيشن التصوير ده انا عايزه اقول لك على مفاجاه، انا ما بعرفش اتصرف قدام كاميرا التصوير. اعرف اتصرف قدام كاميرا تصويرنا احنا عشان ما تبقيش مضطره طول الوقت تبقي بصلها، يعني ما اعرفش اعمل اقف فالجو اللي هو بتاع ده مش والله بقف متخشبه لدرجه اللي بيصورني دايما يقول لي مي فك، اقول له ايوه فك اعمل ايه، ما انا مش فاهمه دي الكاميرا دي لغوها ازاي. لا بس ده التصوير ده حلو قوي، ده انا تعالي شوفيني في السيشن تلاقيني اروح عامله وقف سيندي كروفورد البت. اعملي زي اعملي زي عشان امرني. حاضر اعملي كده يلا لكاميرتي يلا احنا هناخد لك سكرين شوت. ده كفر اسود ومايل ده. طب بصي طب اعملي الحلو اللي هو بيبقى كده ده، عارفاه بتاع كودك ده؟ عارفاه؟ لا وورايا يبقى فيه بقى وراكي بقى عارفاه استوديو هاله ده، عارفه ابو جيتار اللي هو جيتار